ازيكم؟ النهارده هنعمل مولتن كيك. دي المقادير: معلقتين سمنه كبار وبيضتين ومعلقتين دقيق كبار ومعلقتين سكر كبار ونص معلقه بيكنج باودر ومعلقه فانيليا سايله ودي شوكولاته خام سمر اسمها سمر. هناخده نصها. الطريقه بقى: نجيب معلقتين السمنه ونحط عليهم الشوكولاته وهنحطها في الميكرويف، وبعدها هنسيبوها تسيح، وبعدها نحط معلقة الفانيليا على البيض، وبعدها نقلب. بعدها نحط معلقتين السكر عليه، بعدها نقلب لحد ما السكر يدوب. ودي الشوكولاتة بعد ما ساحت. بعديها نحط الدقيق نص معلقة، نص معلقة بيكنج باودر، وبعدين نقلب جامد لحد ما الدقيق نقلبه جامد علشان الدقيق ما يكلكعش. وده شكل الدقيق بعد ما ضربناه. بعديها نحط الشوكولاته التقليب كله يبقى في اتجاه واحد علشان يخش لها هواء. بعد كده هنجيب القالب مدهون سمنة
كده هنحطها في الفرن لمدة 10 دقايق و 180 درجة. دي شكلها بعد ما استوت بقى عليها قشرة كده وطرية يعني. هنقلبها وبعديها هنبقى نشوف بقى. ودي بقى شكلها بعد ما قلبناها من على الطبق. نشوف بقى لما نقطع. ودي بقى شكلها بعد ما قلبناها من على الطبق. نشوف بقى لما نقطع.